النهارده قالوا لي عمرو اديب رجع بقى في قناه المخابرات 2، طبعا في قناه المخابرات 1 دي ام سي، وفي قنوات المخابرات 2 اللي هي اون تي في دي ام سي اون تي في. دين 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 على النغمه، يلا يا بنات دي ام سي تمام. فاللي بقت بتاعت ابو هشيم، فبيقولوا لي برضو انه في اول حلقه بعد عودته حقيقه قال كده: الدولة والنهر والحضارة والبلد، وادي الصورة اللي قالوا ان رئيس ان وزير الخارجية بتاعتنا بيعيط. الراجل الشمس اورع عينه تعبان، هيعيط ليه يعني؟ هو كان من بقية العيلة، يعني كان شيمون بيريز ده من بقية عيلة سامح شكري. ده هو رايح وهو متأذي، وهو رايح وهو كاره حياته، هو رايح على قلبه مشوار زي السم، انما هو عارف ان دي دبلوماسية، دي دولة لينا معاها للأسف علاقات وللأسف حدود وللأسف أشياء كثيرة جدا، والحمد لله الحمد لله كثيرا. ياه 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 الحمد لله، الواحد كان قلقان وارتاح بجد، كأنه قال له كنت تعبان وارتحت. عمورة رجع، ورجع معاه زمن التعريض الجميل. كنت فين يا عمورة؟ بس والله افتقدناك حقيقي، أنا الواحد يقول اللي ليه واللي عليه، افتقدت عمورة. قال لك الشمس كانت اورى عينه. بصوا كده يا جماعه لعينين، انا مش هرد عليه، بص حضرتك لعينين الناس. هات لي تاني الفيديو يا ابراهيم تكرما. كل دول مش متاثرين بالشمس، احنا اللي بلدنا الشمس، كل دول ما بيشوفوش الشمس اصلا، فطبيعي ان الشمس تورى عينيهم، ولا لابسين نظارات ولا تاثروا بالشمس ولا عملوا كده، انما الشمس اورت عينين سامح شكري، ان هو واضح انه فلاح وحاجه لا تعيبه، يعني الشمس خدت منه رقات زي ما خدت مننا كلنا، واحنا كلنا غلابه وعلى باب الله يعني. فكل المصريين اهو، سامح شكري واحد من هذه العينه مش الجديد، انما سامح شكري هو الوحيد اللي الشمس خزقت عينه وقورته، مع كل مع ان كل الاجانب اللي بيشوفوا الشمس تفاريح زي اللحمه ما بنشوفها في مصر في الاعياد، فهم في نفس الوقت الناس دي ما تضرروش من الشمس وتضرر منها سامح شكري. لازم تقف احتراما لهذا الاداء، لانه كنت تشعر في تهاون الفتره اللي فاتت في التعريض، في هبوط في المستوى، محتاج يعلى. دايما تلاقي عموره يشد الفريق وياخده لقدام، يشد الفريق كله وياخده لقدام، لانه خبرة يا جماعة، خبرة، يعني لازم تعترف بالخبرة، الأيام دي مش ببلاش، 12 سنة 13 سنة خبرة مش موجودة. فتلاقي الأشبال بقى بيهرتلوا بقى، أبو ميار وأبو أمير وأبو بتاع والدكتور وبتاع بيهرتلوا، لأن النماذج اللي بيرتكل ليها المعرضين الكبار في هذه البلاد نموذج، محتاجين راس خيمة كده، أديب عكاشة بتاع راس خيمة يحكم الحكاية عشان ما تتهزش. كتير من مؤيدين السيسي كانوا محتارين يردوا يقولوا ايه، يعني تتعرض دي ازاي، حكاية بتاع سامح شكري، يعني ما لقيناش رد الناس تشتم وتعمل الناس اللي بتقول ان سامح شكري متأثر بشكل كبير، ناس ترد، بس ما حدش لقط قدر يجيب التعريضة دي. ده الطعم المختلف يا جماعة، عشان تعرف كل حاجة ليها طعم. هل شوكولاتة كذا زي شوكولاتة كذا؟ هل حاجات زي بعضيها؟ لا وكل، كل حاجة ليها طعم، كل حاجة ليها معلمين، ومن حقه ان يعمل مكالمة. ها شفتوا بقى المعلمين، بدل ما انتوا مش عارفين تعملوا الشغلانة، شفتوا خسرتوا قد ايه وانتوا وانا مركون الفترة اللي فاتت، شفتوا عمورة رجع بقى، مدوا ربنا ان السيسي ما راحش والشمس قررت اورت عين سامح شكري. بس يا عمورة يعني ما علينا ما علينا ما ما ألف مبروك ألف مبروك. قلنا نستغل اللقطة دي عشان نحيي رجوع عمور زميل وبداية جديدة، بداية تعريضية جديدة في سماء جديدة ومظلة جديدة. ما تنساش تعمل سبسكرايب من هنا، ولو عايز فيديوهاتنا توصلك أول بأول اعمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك اللي موجودة تحت الفيديو.